إلى موضوع آخر، حيث أكد الدكتور يحيى الشذلي عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في وزارة الصحة أن اللجنة ستجتمع اليوم لصياغة بروتوكول العلاج بسوفالد المصري ودكلانزا بمراكز الكبد والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. وأضاف أنه سيتم تطبيق البروتوكول العلاجي للسوفالدي المصري مع الدكلانزا في مراكز الكبد أول يناير المقبل. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. يا أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور خالد، يعني يا ريت تضعنا وتضع المشاهدين في أهم البنود التي تضمن هذا البروتوكول العلاجي. هو حتى الآن يا فندم بيتم وضع، يعني بالفعل النهاردة اجتمعت لجنة الفيروسات الكبدية لمناقشة الأمور الفنية الخاصة بوضع البروتوكول الخاص بعلاج السوفالدي المصري والدكلانزا المصري لعرضه على معالي الوزير. ولكن هو قد أطلق الأستاذ دكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي أكد على استخدام العقارات المصرية اعتبارا من 1 يناير القادم، أولا لأنها لها نفس كفاءة العقار الأجنبي تماما. طب دكتور خالد، يعني هو تم يعني تجربتها بالفعل وثبت فعاليتها؟ تم تجربتها تجربة كافية تماما، وتم اتخاذ قرار بأنها نفس كفاءة أو لها نفس الكفاءة مثل العقارات الأجنبية. ولم يتخذ هذا القرار أن نتعامل بالعقارات المصرية إلا بعد التأكد تماما من نفس فعاليتها بالمقارنة بالعقارات الأجنبية. وبالفعل بعدها أطلق معالي الوزير أننا سوف اعتبارا من 1 يناير القادم سوف تتعامل وزارة الصحة بالعقارات المصرية. طب دكتور خالد، يعني إلى أي مدى سينعكس يعني هذا أو تطبيق هذا البروتوكول على توسيع شريحة المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة فيما يتعلق بالمصابين بفيروس سي؟ عفوا، يعني لأي مدى سينعكس استخدام البروتوكول العلاجي بالأدوية المصرية على التوسع في عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي؟ والله يا فندم، هو من يعني اولا هو نفقات في فرق كبير بين النفقات في استخدام العقار الأجنبي والعقار المصري. ده هيقلل نفقة الاستخدام على المريض بشكل كبير. إذا كان المريض، لأن احنا عندنا بعض المرضى بتطلب إنها تاخد العلاج على نفقته الخاصة وهو المقتدر. تمام. ولكن ده مش معناه إن العلاج مش هنديه على نفقة الدولة، بالعكس هنديه على نفقة الدولة للغير قادر أو اللي لا يستمتع بتغطية تأمينية، واللي له تأمين صحي بياخده على التأمين الصحي، واللي بيطلب إن هو ياخده على نفقته الخاصة بنديهوله على نفقته الخاصة. بس ده هيقلل الحقيقة في فرق كبير في السعر، يعني هتنزل من 6000 في 3 شهور الى 2000 جنيه. فهناك فرق يعني كبير في السعر، فده طبعا هيؤدي لان في شريحه كبيره هتقدر تستفيد بالعلاج اكتر. طب دكتور خالد، يعني هل بالفعل تم يعني تصنيع هذه الادويه السوفالدي ودكلانزا المصريه، ولا لسه يعني في طور الاعداد وتجهيز هذه الكميات اللازمه؟ السوفالدي المصري بالفعل تم تصنيعه وهو متوفر حاليا بجميع مراكز الكبد التابعه للجنه الفيروسات الكبديه، ولكن الدكلانزا المصري سيتم توفيره اعتبارا من 1 يناير، وحاليا احنا عندنا الدكلانزا الاجنبي، طبعا عندنا ما يكفي لعلاج 30,000 مريض، وسيتم توزيعه على مراكز وزاره الصحه خلال اسبوع 10 ايام مش اكتر يعني. طب دكتور خالد، يعني عدد المراكز هل هي نفسها التي كانت معلن عنها يعالج فيها المرضى المصابين بفيروس سي، ولا ستقتصر الامر على مراكز بعينها؟ لا يا فندم، كل المراكز هيعالج فيها المرضى، احنا عندنا 42 مركز تابع للجنه الفيروسات الكبديه، وسيتم يعني زيادتهم بثلاث مراكز اخرى في الايام القليله القادمه ان شاء الله. طب دكتور خالد، يعني كلهم هيبقى متوفر فيهم العلاج ان شاء الله. دكتور خالد، كانت هناك شكوى من كثير من المرضى بفيروس سي من يعني ربما من طول مدة الانتظار للبدء بالعلاج بهذه الأدوية، هل تم التغلب على هذه المشكلة ولا؟ يا فندم الحمد لله، كانت بالفعل هذه المشكلة على رأس أولويات معالي الوزير في المناقشة، وبالفعل أصدر تعليماته يعني تسهيلا على المريض، يعني ان هو يقلل الوقت او يسهل دورة المريض لأخذ العلاج،
هي كانت دورة طويلة، منها أن المريض في أي محافظة لازم بيرجع للمجال الطبية المتخصصة لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة. هذه المشكلة تم التغلب عليها بالفعل، ويعني أصدر مع الوزير تعليماته بأن يصدر كل قرار من فرع المحافظة اللي العيان يعني بيتابع فيه أو بيقدم أوراقه فيه. طب يعني مدة الانتظار يعني أصبحت كانت كام، وحاليا بعد هذه الإجراءات وصلت لي مثلا أسبوع ولا عامة؟ لا هو بصفة عامة يا فندم، يعني احنا طبعا احنا عندنا كل ناس كل يوم ناس جديدة بتقدم، بس بصفة عامة يعني قوائم الانتظار عندنا قلت بشكل كبير. يعني حضرتك النهاردة لو في عيان أو مريض هيحجز على الإنترنت عشان ياخد ميعاد، هيجيله ميعاد بكرة، هيجيله ميعاد بعده، كان الأول بيجيله ميعاد بعد شهر وشهرين. طب دكتور خالد في عجالة يعني سؤال أخير معلش، يعني عدد يعني قائمة الانتظار للعلاج من فيروس سي بهذه الأدوية، هل هناك أرقام محددة أم أن الأرقام لم تحدد بعد؟ أرقام إيه يا فندم؟ أرقام المرضى، أرقام المرضى قائم انتظار. والله يا فندم دي حاجة فنية بيتم رجوع فيها للجنة الفيروسات الكبد، أعضاء اللجنة هم بيقولوا إيه قوائم الانتظار بصفة. لكن أنا عندي بصفة عامة إنه قوائم الانتظار بسيطة جدا، لحد لدرجة إن المريض اللي بيحجز بياخد ميعاد يعني في أيام قليلة جدا، يعني يوم يومين ثلاثة بكثير. الصورة دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.